خلينا ايضا نروح لواحد من كباتن النادي الاهلي في كره اليد، واحد من النجوم الكبار ايضا في كره اليد، النجم الكبير كابتن اسلام حسن. ازيك يا كابتن اسلام؟ كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ حبيبي الف مبروك. حبيبي انت عارف ان انا بتفائل جدا لما بشوفك في الملعب، والله انا نفسي، انا بحب كره، انت عارف ان انا بحب كره اليد جدا، فبتفائل لما بشوفك في الملعب. درنيه زي بعض بقى في الاسلام بتاعي. لا والله يعني بسم الله ما شاء الله، اداء رائع النهارده، على قد اللي شفناه يعني. انا اسف ما شفناش المباراه كلها، مش في ايدينا، ولكن على قد اللي شفناه قد ايه كانت المباراه صعبه اسلام، في ظل ظروف ان انت بتلاعب فريق قوي جدا، فريق نادي الزمالك. الحمد لله رب العالمين. طبعا اكيد مباراه صعبه جدا، نادي الزمالك يعتبر منتخب مصر لان هو القوام الاساسي، وفي لعيبه كمان في الاحتياطي، منتخب مصر فريق قوي جدا، وانت فريق شاب لسه بتتعمل، فاكيد بيبقى مباراه صعبه ومباراه ضغط عصبي كبير. نعم. وهنا بالذات في النيجر الموضوع ضغط بدني كمان، الموضوع صعب جدا. الحمد لله ربنا كرمنا بيه. يعني اعتقد ان النهارده فوز النادي الاهلي بيديلك ضرب 10 عصافير بحجر واحد، لانه انت وصلت كاس العالم للانديه، فزت ببطوله السوبر، وفي نفس الوقت كسرت حاجز كان ممكن يتقال من جمهور الاخر، جمهور نادي الزمالك، يعني ان ده فريق اليد في نادي الزمالك دايما بيكسب فريق اليد في النادي الاهلي على الاقل خلال الفتره اللي فاتت، فاعتقد ان دي قد تكون بدايه جديده لما هو قادم يا اسلام. طبعا بص، هو الموضوع حقيقي يعني بقى لهم فترة ان النادي الزمالك بيكسب النادي الاهلي، دي حقيقة، لكن مزبوط. الموضوع ما يقللش خالص من لعيبة النادي الاهلي بحاجة، وهو مش موضوع حاجز نفسي، لان انت قبل كده الفترة من 3 سنين انت كنت تقريبا بتاخد كل البطولات، نعم، 7 بطولات او 6 بطولات في الموسم. الموضوع كله النادي تعب جدا لان هو بيعمل احلال وتجديد، ده طبعا بترهق اي نادي موضوع احلال وتجديد، انت لعيبة كلها 20 سنة و22 سنة، فالموضوع هو مش حاجز نفسي، لكن هو قله خبرات. انت لو تتفرج على نادي الزمالك هم تقريبا الخبرات كلها موجوده هناك، فبيقدروا ان هم يخلصوا المباريات بتاعتهم. احنا عندنا الخبرات قليله، احنا ممكن 2 بس السن، نعتبر ان احنا من الجيل اللي قبل كده، لكن كل الفريق صغير، فالموضوع مرهق ان النادي يبدا يعمل حاجه جديد، وان انت تبدا ان انت تنقل خبرتك، الموضوع بيبقى صعب جدا. فاظن ان دي بدايه ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي، وان شاء الله نقدر ان احنا نعمل فتره للنادي الاهلي تبقى فتره ذهبيه. يعني دوركم ككبار وككباتن الفريق اعتقد ليكم دور كبير جدا جدا في ظل قله الخبرات اللي حضرتك اتكلمت عنها، بدليل ان احنا الفترات الاخيره المباريات اللي بنخسرها دايما في اخر 5، يعني 25 دقيقه بتبقى كويس قوي، واخر 5 دقايق بتخسر المباريات، فبالتالي دي قله خبره. عملتوا ايه بقى في هذه المباراه الصعبه جدا 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 مع مدير فني جديد للنادي الاهلي، مع 2 لعيبه جايين محترفين يعني ما اتمرنوش غير تمرينه ولا تمرينتين مع النادي الاهلي، وبالتالي دورك ودور كابتن ابراهيم ودور بقيه كباتن الفريق اعتقد كانوا لكم دور كبير جدا يا كابتن اسلام. بص، هو الموضوع صعب جدا. اول بص، الموضوع مش في المحترفين بس، حتى المدرب لسه جديد، بالظبط، هو ينقل 6 7 اسابيع مدرسه مختلفه تماما. طبعا يعني انا بشكر كابتن طارق محروس وكابتن احمد سلام على الفتره اللي عندهم معانا، طبعا 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 هم اكيد اكيد بدايه الجيل ده، لكن الراجل مدرسه مختلفه تماما. الموضوع صعب جدا ان انت في 10 ايام ان هو ينقل لك شغل تكتيكي رهيب وكتير جدا ان اللعيبه تستوعبه، ده كان محتاج جهد كبير جدا ذهني بالذات. عندنا اجتماعات كتير قوي، وكمان المحترفين جولنا من يومين، فكان الموضوع صعب اكتر، لان الراجل كان بيعمل كتير جدا اجتماعات بيني كهجوم وبينهم، ان انا اقدر اشرح لهم الكره التكتيكيه بتاعتنا، وانت عارف لعبه كره اليد يعني لعبه تكتيكيه بحت. نعم. كان الموضوع ان انت تنقل لهم، لان انت الـ6 لعيبه اللي في الملعب لو واحد اتحرك غلط كل حاجه باظت. كل حاجه باظت، مظبوط. انت تنقل لهم كل حاجه تكتيكيه، كان الموضوع صعب جدا. ومصر كمان كان بيقعد يشرح لهم الدفاع، فكان الموضوع مرهق، بس الحمد لله احنا قلنا واتكلمنا معاهم، طبعا انتوا محترفين يعني انت جاي تلعب مع يعتبر مع منتخب مصر وسط لعيبه مصريه، فانت مش محتاج ان انت تجيب لك 10 جوان، انت جاي تأدي دورك حتى لو بدون واحد، حتى لو بدفاعه واحده، انت هتأدي دورك بس، لكن انت مش جاي، مش مطلوب منك ان انت تعمل اكتر من كده.
نعم فالحمد لله هم أدوا دورهم كويس، كل واحد أدى دوره، البيئة واللاب 10 واللاب 60، كل واحد أدى دوره كويس جدا، والحمد لله ربنا كرمنا. لكن احنا اتعهدنا قبل الماتش ان احنا نكسب، وتوفيق ربنا، والناس كانت مركزه جدا على المباراه دي الحمد لله. النتيجه كانت 32 30 صح؟ اخر بالضبط. اخر اخر ثانيه او اخر يعني 30 ثانيه 40 ثانيه. بص هو كان 32 30 وكان فاضل 50 ثانيه تقريبا، الزمالك كان جاب جول في وقت قليل قوي، فاضل نص دقيقه وفرق واحد والكوره معانا. احنا بقى الوقت ده تحديدا قبل بس ما تكمل شرح، لان احنا القناه كلها كانت قاعده عمالين نجيب اللي جاي يسمع من هنا واللي يجيب من هنا، والجروبس المحطوطه بتاعه النادي الاهلي كلنا كنا بنسمعها. مش عايز اقول لك احنا كنا عاملين ازاي، القناه كلها، القناه كلها واقفه مستنيه 32 31 40 ثانيه، انت فاهم مش شايفين حاجه، احنا بنسمع بس. بص هو الراجل في الوقت ده بالذات بصراحه نزل كل الخبرات مع بعض، يعني نزل الاثنين محترفين والحمد لله كنت موجود، وفي يعني نزل كل الخبرات مع بعض ان نقدر ان احنا فعلا نقفل الماتش في الوقت ده. وربنا كرمنا الحمد لله، ان طبعا كان ان وفقنا ان الكوره ما تقعش مننا وما نعملش ميس باس او حاجه، الحمد لله قدرنا ان احنا نعطل الوقت او نقفل الوقت لغايه اخر 3 ثواني. وبعد كده خلاص يعني الكوره مسكت في مكان اللي هو صعب جدا يلحقوا يجيبوها، والموضوع يعني خلص في الوقت ده، بس الحمد لله ربنا كرمنا. الحمد لله كابتن اسلام، اخيرا البطوله الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تكون اهلاويه ان شاء الله، يعني يا رب ان شاء الله. احنا هنقفل الصف النهارده ان شاء الله، نبدا من بكره نركز فيها ان شاء الله. ان شاء الله، ما هو ده اللي متعودينه منكم دايما كباتن النادي الاهلي الحقيقه، نقفل صفحه الفوز ونبتدي نفتح بقى صفحه المباريات القادمه، وده قدر كل لاعيبه النادي الاهلي وكل نجوم النادي الاهلي. الف مبروك يا كابتن اسلام، ان شاء الله ان شاء الله نبارك لك في نهايه هذه البطوله، بعد ان شاء الله البطوله الافريقيه نكلمكم ونهنيكم ونفرح معاكم دائما قناه النادي الاهلي مع نجومها في قلب الحدث زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده من خلال مجموعه المركز الاعلامي اللي موجوده في النيجر، الحقيقه دايما بيبعتوا لنا اول باول، والتعاون دائما ما يكون مستمر ما بين الجميع علشان ننقل لحضراتكم ايه اللي بيحصل، ننقل لحضراتكم ايه اللي بيحصل من النيجر. كابتن ابراهيم المصري، كابتن اسلام حسن، الاثنين الحقيقه من كباتن النادي الاهلي اللي لهم دور كبير جدا، وطبعا اسلام مش عايز يتكلم، ولكن اللي انا عارفه ان الاثنين دول تحديدا لهم دور كبير جدا 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 في دايما لعيبه الكبار بيبقى لهم دور كبير.